الدول في العالم اللي بتتأثر بالتغير المناخي، بالرغم من إن هي بتشارك بـ 0.6% من الانبعاثات الحرارية والكربونية في العالم. فالانبعاثات دي بتؤدي إلى تغير في المناخ في 4 اتجاهات. الاتجاه الأول هو الطاقة، والاتجاه الثاني هو التجمعات العمرانية بالإضافة إلى المية والزراعة. لما ركزنا على القاهرة لقينا إن درجات الحرارة زادت بمعدل 4 درجات آخر 40 سنة، وده أثر كمان على صحة البني آدمين اللي موجودة في المكان. زادت كمان الويذر إكستريمز اللي هم عبارة عن 3 حاجات: الدراوتس والفلوتس والهيت ويفز. النقطة عندنا هي نهر النيل اللي هو أهم عنصر من عناصر الحياة في مصر، فمعدلات تبخر المية هتزيد وكمية هطول الأمطار هتقل، فمستوى سطح المية هيقل، وده كله بسبب التغير المناخي. وكمان على الناس الموجودة في المكان، فبدأنا ان احنا نشوف افكار innovative
فان احنا نطور في المكان اكتر وما تكونش مكلفه قوي. من الافكار دي ان احنا نحاول ان احنا نزرع اكتر في الجرين روفز، او ان احنا نحاول نركب اير بيوريفايرز عشان تحسن من كواليتي الجو، او ان احنا نحاول ان احنا نحول كوبري الليمون الى كوبري للمشاة بس ويكون عليه زراعات كتير. ال الثري هوت سبوتس دول طبقنا عليهم سستينبل انرجي ستراتيجي. لما جينا نطبق الانرجي استراتيجيز لقينا ان احنا عندنا اربع طرق ممكن نطبقها على الهوت سبوتس بتاعتنا. اول طريقه هي الويند تربين، دي نوع من انواع طواحين الهواء اسمها جيرو ميل، دي نقدر نستخدمها في الاماكن اللي فيها سرعات رياح مناسبه تولد لنا كهرباء فتوفر علينا كميه الكهرباء اللي بنستهلكها من المحصول. تاني حاجه وهي الجرين باصز، هي باصات بتمشي بالجرين هيدروجين، ده نوع من انواع الهيدروجين بيجي عن طريق ان احنا بندخل الكهرباء على ميه بس تكون الكهرباء جايه من مصدر طاقه نظيف، فالميه بتتفكك مركباتها للجرين هيدروجين ومركبات ثانيه. الجرين هيدروجين يقدر ان هو يمشي اي وسيله مواصلات، فتخلينا بالتالي ان احنا نقلل استهلاكنا للمواصلات العامه فنقلل الانبعاثات، فكل ده يؤدي الى تقليل تغير المناخ. فوق مع حطيت مصر. ورابع طريقة في